اهو كوبايه الكوكتيل اللي انا بشربها دي فيها تقريبا اكتر من 5 انواع فواكه وب10 جنيه بس. بصوا يا جماعه، في محل عصير هنا في حته اسمها فيصل بيعملوا كوبايه الكوكتيل ب10 جنيه، يعني هو ازاي ده؟ انا هتجنن. انت من اول ما تدخل المكان كده هتلاقي كميه فواكه ما شاء الله، هتحس ان انت داخل مزرعه، تحسه فكهاني والله، مش مكان بيبيع عصير. وعندهم حاجات تانية بقى كتيره كده غير الكوكتيل، يعني لو مالكش في الكوكتيل هتلاقي برضو الحاجه اللي انت بتحبها. المكان ده انا اكتشفته بالصدفه كده في حته اسمها فيصل. تعالوا بقى نجربوا الكوكتيل بقى كده. مبدئيا كده انا كجو ناصر مصدوم من اللي انا شفته، يعني ايه كوبايه الكوكتيل دي كلها وفيها اكتر من 5 انواع فواكه وب10 جنيه وفيها كمان عصير، يعني مش قطع فواكه بس. طب 10 جنيه واللي صدمني بقى اكتر ان الفواكه اللي مقطعينها فيه فريش يا جماعه بجد. المكان ده هيبقى اول مكان للناس اللي ساكنه في فيصل عشان تبدل البيبس والكولا بحاجات فريش، ونفضل زي ما احنا عاملين المقاطعه. فين على قصب؟ بس الراجل ده كريم جدا. طعم العصير انا عايز اقول لكم كان وهم، ده غير بقى كمان ان انت ممكن تحط عليه قصب، فبص هتلاقي طعم خيالي. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، وتعالوا اوريكم قطع الفواكه الفريش. تعالوا ناخدوا تفاح بقى كده معموز، وبالمنظر والطعم اللي انا شفته ده معنى كده ان كل حاجه بتتعمل فريش يوم بيوم. المكان ده يمكن تبقى فيه ناس قليله تعرفه، لكن المكان ده بجد خطير. بجد اسعار وهميه انت مش هتشوفها في حته، يعني انت ممكن بدل ما تشتري حاجه ساعه مثلا ب 15 جنيه ولا ب 13 جنيه تشتري الكوكتيل ده ب 10 جنيه. وقابلت بقى الشاب المحترم ده وصمم انه يعمل له فولو ويدخل يتفرج على فيديوهات. والمكان ده هو عصير نعمه اللي موجود في الجيزه في فيصل في شارع سليم، هتلاقوه على اول الشارع من جنبين.